بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله وحمده تم وصول هزازات نوماد 65 نيو من شركة سياسل التابعة لشركة سياسل فرنسية المنشأ. تم وصول لحد الآن 4 هزازات بتاريخ 24/6/2019، وخلال الساعات القادمة إن شاء الله سوف تتم وصول 6 هزازات المتبقية ليكتمل العدد 10 هزازات، حيث أن هذه الهزازات تتميز بستات فريكونسي 5.4 وهو أقل من الهزازات المتواجدة حاليا عندنا الذي قيمة الستات فريكونسي لها 7. إضافة إلى أن ذروة الفترة الزمنية لذروة الفولس تكون أقل من الهزازات الأخرى، كذلك تتميز هذه الهزازات الحديثة بنظام الاي بي ام وهو نظام يعمل على توفير الوقود، إضافة إلى تميزها بخاصية التشحيم الذاتي من قبل السائق. وأيضا تتميز هذه الهزازات بنظام ملء الهواء الذي يكون التحكم به من قبل السائق، وهذه خاصية مهمة لهذه الهزازات نستفاد منها في المناطق الرملية والمناطق الصبخة.